الطريقه الجديده اللي استخدمت مع الكوفيد 19 فيروس ديزيز او سارس 2 فيروس هي طريقه بيسموها النكست جينيريشن او الجيل الجديد من التطعيمات اللي بتعتمد على استخدام الحامض النووي بتاع الفيروس يا اما كمسنجر ار ان اي او يا اما متركب على فيكتور كفيروس تاني وبيتم حقنه في الانسان. والحمض النووي ده بيترجم الى بروتين مكون غالبا للجزء الاكبر من حاجه اسمها السبايك بروتين وده بيدي مناعه للانسان. طبعا دي تطعيمات هتغير وجه الكره الارضيه وتخلي الانسان فعلا مستعد بسرعه اكتر من التطعيمات التقليديه، ولكن السيفتي يعني مش مدروسه قوي. هل الحماض النووي دي هتاثر على الانسان؟ هل بعد الموجه الثانيه هنبقى محتاجين فعلا تطعيم، ولا هتبقى الناس معظمها او نسبه كبيره جدا خدت التطعيم؟ يعني ممكن ندي التطعيم للجماعه اللي هم محتاجينه قوي في الاول ونراقبهم ونتابع شويه، وبعدين اللي عايز ياخد التطعيم ياخده، اللي مش عايز ما ياخدوش، ما فيش اجبار.